اهلا بيكم متابعين القناة، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم صنف انا عملته معاكم قبل كده، بس عملته باتنين بمكونين فقط. يعني عملت معاكم بطماطم، واحدة طماطم واتنين وحدة خيار. وكان الهدف من الفيديو بصراحة مش ان انا اقول لحضراتكم ازاي نعمل طبق سلطة، كان الهدف الاساسي ان انا نصيحة مني، ان بقول للناس بلاش نغالي، بلاش نعمل اطباق كبيرة قوي تكلفنا على السفرة وحاجات تترمي بعد كده، لان دي بتبقى حاجة طبعا مش كويسة. فقررت النهاردة ان انا هعمل نفس الطبق تاني، بس هعمله بمكونات مختلفة شوية او بزيادة شوية، وبرضو رعيت ان المكونات تبقى بسيطة وحاجات مش غالية. بلاش الحاجات يا جماعة اللي بتتحط في اطباق السلطة، يعني بتخلي طبق السلطة اكتر من طبق اللحوم، يعني اغلى من طبق اللحوم بمعنى اصح. دي حاجة. تاني حاجة عشان اقول لكم على سر مكون حلو قوي، حاجة لو حطيناها على طبق السلطة حتى لو هي بمكونين بس هتخلي طعم السلطة حلو قوي قوي قوي. هقول لكم انا عملت كميات قد ايه، والكميات دي يعني الطبق ده هيأكل تقريبا 4 افراد، لان ده طبق جانبي. فلفلية رومي، طماطماية، في خيارة مقطعاها، يعني في خيارة مقطعة مكعبات، وفي خيارة تانية مقطعاها حلقات عشان أزين بيها الطبق، جزراية عشان أزين بيها الطبق، 6 أعواد بقدونس بالظبط. معايا ليمونة. الليمونة يا جماعة ما بتتحطش دلوقتي، تتحط عند التقديم، يعني وانا خلاص بقدم الطبق يفضل ان انا اعصر الليمونه. يعني انا دلوقتي هعصر الليمونه عشان انا مثلا هحطه على السفره على طول، لكن لو انا لسه هحط طبق السلطه ده بعد 2 3 ساعات يبقى الافضل ان انا اخلي الليمونه شويه، وهي والملح كمان. دي نصيحه مني سواء في الليمون او الملح، لان بيخلي السلطه بتاعتي تدبل. ممكن احط كمان رشه خل بسيطه، وهقول لكم المكون التاني هنعمل فيه ايه. هنبتدي اول حاجة نمسك كده الطبق بتاعنا ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هننزل اهو الفلفل بتاعنا، الحاجات اللي متقطعة مكعبات، والطماطم والبقدونس، كل الحاجات دي كده. وهخلي الحاجات اللي متقطعة حلقات مش هنزلها دلوقتي، بعد بس ما اقلب السلطة بتاعتي واحط عليها الليمون والملح واحط الحاجة الجميلة اللي هتخلي طعم السلطة بتاعي حلو قوي، هبتدي بقى ازوق طبق السلطة بتاعي. شايفين بصوا الكمية قد ايه؟ اعتقد ان الكمية دي مناسبة لأي حد، يعني عدد كبير، يعني مفيش داعي ان الواحد يكتر عن كده. هحط ملح، الملح حسب الرغبة يا جماعة، ما بفرضش على حد كمية معينة. لو الناس مش عايزة تحط ملح اصلا في السلطة طبعا براحتكم. طيب هوريكم بقى شكل الحاجة اللي انا هحطها، وفي ناس منكم عارفينها. يعني بصوا حبايبي، ده اسمه سماء او سماق، ده الرشة منه كده هتخلي لك ده اجمل طبق سلطة ممكن تاكليه. انا عن نفسي فعلا بعشق اي طبق سلطة بيكون داخله المكون ده، ده غير انه بيديني شكل جمالي للطبق حلو قوي. هعصر الليمونة وهرص الحاجة بتاعتي وهوريكم الطبق في الاخر هيبقى عامل ادي حبايبي طبق السلطة بعد ما زوقته بالحاجات اللي انا كنت مقطعاها حلقات. بس كده، ما عملتش اي حاجة تانية خالص. المكونات اللي احنا شفناها عملت لي طبق السلطة الشيك ده اللي هتبقي مبسوطة جدا، وهتبقي يعني حاسة ان انتي حاطة حاجة شكلها حلو قوي على السفرة بتاعتك لو انتي كمان عازمة ناس. وكمان ما خدش منك وقت طويل خالص. انا طبق السلطة ده فعلا بتقطيعه بكل حاجة ما كملش معايا ال5 دقايق. ميرسي قوي لمتابعتكم للفيديو، يا ريت تجربوه وتحطوا الحاجة الجميلة اللي احنا حطيناها السماق ده عليه، وان شاء الله هتستمتعوا باجمل واشهى وابسط طبق سلطة. ميرسي لمتابعتكم، شكرا.